برضه الفل والياسمين، ازيكم يا بنات؟ ازيكم حلويات؟ عاملين احوالكم ايه؟ البنوتة اللي كانت طالبة مني اسرار الكفتة المشوية اللي على الفحم وبتسيح ليه وبتملح وقالت تعملها بسرعة بسرعة عشان الباقة. طيب بسرعة بسرعة عشان الباقة، انا عاملة لك الفيديو من الاخر. انا معايا كيلو لحمة، كيلو لحمة عادية خالص انا فرمها عندي في الكبة، ممكن تفرميها عند بتاع اللحمة المفرومة وتقولوا لي اعملها وشين ثلاثة. ليه؟ عشان الشغل ده ما بيدوبش عندنا في الكبه العاديه. شوفي بيتنيه تقيل عليه على الكبه بتاعتنا، بس الشغل ما فيهوش لحم. خلاص بص، احنا عملناه اهو. عندك نص كيلو اللحمه، نص كيلو اللحمه الحمراء الحلوه ديت، تاخد منك ايه ست الكل؟ تاخد منك مثلا معلقتين سمنه او معلقتين دهن او معلقتين زبده، لا مش زبده، اي حاجه هتعمل لك ميه هنا هتخلي لك الكفته بتاعتك تسيح على الفحم، حتى لو حطها على الشوايه. ادي دي نقطة مهمة جدا خلي بالك منها. شوفي العجينة بتاعتي ماسكة ازاي، ماسكة خالص اهي اهي. عملتها ازاي؟ نص كيلو اللحمة ياخد معاكي معلقتين الدهن، الدهن بتاعنا ده اهو هتبشري منه شوية حلوين. هتقولي لي لو الدهن زاد، لو الدهن زاد الدهن بينزل على الفحم بيولعه اكتر ما يخليش اللحمة تسيح. يعني لو الدهن بتاعك زاد عن المقدار اللي انت ما انتش عارفاه، دي مش مشكلة خالص، ما تقلقيش، الدهن ما فيهوش مشكلة لأنه بيسيح، بس بيطعم دي وبيخلي اللحمة طرية، بيخلي طعمها حلو والحتة حلو، ويخلي لك الفحم شغال طول الوقت. خلاص الحتة الحمراء دي شط شط وأنا سايباه، وهما لما يجوا يعملوها عشان تدي حرقان، لأني ما عنديش شطة ناشفة. خلاص كده. طيب اللون الأحمر ده ليه؟ قبل ما نضيع بس في الفيديو، عشان الفيديو ما طولش لان عايزاه قصير. نص كيلو لحمه معاه مثلا كبشه كده دهن، سواء مسيحه بقى مبشور، انا عندي دهن بقى مسيح ودهن مبشور، انا حطيت من المسيح عشان الوقت. خلاص اللحمه بتاعتك بتنفرم ناعم. النص كيلو لحمه بياخد بصلايه حمراء، بلاش ابيض، بصلايه حمراء، وياخد البهارات بتاعتك العاديه خالص، البهارات ومكعب مرق الدجاج اللي هو لو انت عايزاه، بس مكعب الدجاج بيديله طعم حلو لان هو فيه بهارات وفيه ملح، خلي بالك من النقطه دي. عشان بتلاقي الملح بتاعك زاد مره واحده، مكعب مرق الدجاج فيه ملح، فانت واللحمه اصلا مملحه. ليه؟ لان ربنا خلقها فيها املاح، فما تيجي تحطي ملح على اللحمه خلي بالك من النقطه دي. طيب جبنا، جبت الكبة، حطيت البصلة، حطيت معاها طماطمتين حمر ما يبقوش خضر، طعمهم مسكر وحلو، سن السكر صغيرة، كيس كاتشب صغير، عايزاها حار حطي، عايزاها بارد حطي، ماشي. والبهارات بتاعتي ومكعب مرق الدجاج وفلفل اسمر وشطة، ده كله في الكبة بتاعي او في الخلاط بتاعتي. خلاص جيت صفيت الخلطة بتاعتي اهي اهي، وعليها ملح وضايقة الملح، هيطلع لك كبشه، كبشه ناشفه. انا بصفت في مش في مصفه، جبت قماشه قديمه عندي بتاعت فانيلا بتاعت شورت بتاعت اي حاجه بتاعت طرحه، رحت حاطه بتاعه وعصرها جامد جدا جدا جدا، نزلت الميه، اي نقطه ميه هتيجي على دي هتخلي دي تفك، اي سوائل، لو الملح زاد عندك هنا برضه هتفك منك. طب ليه؟ لان الملح هيخلي لك اصلا اللحمه تسرد ميه، هيخلي لك الفل اي حاجه في المكونات تسرد ميه، لان الملح طبيعته كده خلي الحاجه تسرد ميه، والسكر لانه بينتقل من الضغط العالي للضغط الواطي فيسرد ميه، اي حاجه تديكي سوائل هنا هتروح ايه مخليه الحاجه تفك منك على الفحم، حتى لو حطها على الشوايه. خلاص كده ده حلو اهو. ما يبقى نص كيلو كفته معاها بصلايه حمراء حلوه واللي انا قلت لك عليه، وتصفي كويس جدا جدا. شوفي اللون الاحمر الجميل ده من الطماطم ومن الكاتشب بتاعي، وحطيت البهارات في الخلاط ليه او في الكبه ليه؟ يبقى انت ضمنتي ان ده متبهر واللي محطوط هنا متبهر. اما حطيت هنا وخدت البصل بقى بالحاجات دي وعصرتها جدا 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 وحطيت هنا، وده سر اللون الاحمر الجميل، هوريهولك من بعيد اهو. خلاص وتقعدي تقلبي فيهم كتير بايديكي، لو عندك عجان حطيه في العجان او في الكبه ليه، بيخلي لك فيه عرق للكفته، يخلي لك لها طعم حلو. طيب دي اول حاجه، خلاص فهمنا اهو، والدسم موجود ما تقلقيش من الدسم، اهم حاجه ما يبقاش فيه ميه وما فيش ملح كتير، الملح بيدوق حته صغننه خالص كده، يا دوبك يبقى اهي بدأت تملح، لان لو انت ظبطتيها على الملح بتاع لسانك الاكل العادي هتلاقي ملحه جدا بعد ما تستوي، لان اللحمه مملحه. طيب
بنحط على كيلو اللحمة كيس بيكنج باودر، ده آخر كيس أنا حطه هنا كيس بيكنج باودر، ونحط ونحط مثلا ايه معلقتين نشا كبار مليانين اكل. لو النشا، لو النشا قلت مفيش مشكله، النشا طعمها ما بيبانش. النشا لو حصل خطا منك في اي حاجه النشا بتلم الموضوع، لو حصل سوائل في اي حاجه النشا بتلم الموضوع، البيكنج باودر بيخليه هشي معاكي زي بتاع المحلات. طيب واحده تقول لي يا ست الكل اصلا ما ينفعش نحط النشا وبيكنج باودر، اصل اصل الكفته المشويه اللي الناس الاساتذه بقى ما بيحطوش، بس انت ما يبقى مكلفه اكله وعندك ضيوف عندك عيالك عندك مش عارفه ايه، بتبقي عايزه تتجنبي الخسائر، وبعد هدت حيلك دي كلها تلاقي الحاجه صحت منك ووقعت على الفحم، انت مش هتبقي مبسوطه وهتبقي زعلانه. فالحاجات ديت حاجات للضمان لتجنب الخسائر، طعمها ما بيبانش ولا اي حاجه. طيب ده بخمسة جنيه، ده بخمسة جنيه. بص يا ست الكل عشان بس ما اطولش برضه عليك، يضاف محتويات الكيس الى نص كيلو لحمه ثم يضاف نص كوب ماء، ده فيه نشا، فيه نشا زي اللي احنا حطيناه، وفيه بهارات عايزه تجيبيه هتجيبيه، برضه هيلقط لك اي حاجه تنحط، لحظه ان احنا بنصبع بده بندخل له ميه، خلاص عايزه تجيبيه دي هاتيه مع البهارات. الكفته اساسيها البهارات بتاعتها ايه؟ كمون وفلفل، ولو عايزه شطه حطي، عندك شويه بهارات من بيتك حط، لكن اساسها الكمون والفلفل اي كفته. طيب الخلطه بتاعت العطار اهي، شويه دول ب 30 جنيه من عند العطار ايام العيد جبناهم عشان الكفته المشويه، زباله زفت طين، ده عباره عن ملح ومتبهر، يعني ايه زي مرقه الدجاج سايبه، وغاليه جدا جدا، ده ب 5 جنيه ده اهو، وده ب 30 جنيه. ده بوظ خلطه الكفته في العيد، لما عامله لكم الفيديو طويل بقى اللي عايزه التفاصيل قوي ورق يعني في الفيديوهات القديمه شويه، لكن ده جميل، ده جميل، ده رهيب. هاتي ده الكيس ده بياخد معاكي نص كيلو. طيب ده كيلو انا حطيت على الكيلو، لا انا حطيت على الكيلو من ده كيس واحد، كيس واحد، وحطيت بهارات من عندي بقى، وعندي الفلفل وعندي الشطه، حطيت اللي انا موجود عندي خلاص كده. ديت اهم حاجه، لا الملح يزيد ولا السوائل بتاعتك تزيد، هتصبعي باللي ايدك كده اهي، ودي امسكي حته الكفته على السيخ اهي، بتاخد الطعم واللون والريحه، والحاجه على السيخ عندك محطوطه على السيخ بالفرشه بتاعتك، تعملي كده بتعملي كده عشان ما نزلش على ميه، بس هتعملي والحاجات مخصوص عندك على السيخ، هتبلي الفرشه بتاعتك وتسقيه، يديكي لون وريحه وطعم وفحفحه، مخلي لك ريش الكفته نفسه ناشفه، وطول ما الدهون عندك حلوه الكفته مش هتنشف، بس ديت ساقعه على الشوادي حاجه حلوه جدا. اتمنى اكون افدتك، واي سؤال في اي حاجه اكتبي لي في التعليقات تحت وانا ارد عليك ان شاء الله، وما تنسيش تشتركي معايا وتشير الفيديو وحط لي احلى لايك من ايديك يا جميل. سلام.